يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، وأشواطنا مع الكبار تتواصل بالانطلاق، شوط ينتهي وشوط يبدأ ليحمل أثار جميلة في الستة كيلومترات ويحمل هذه الانطلاقات. الشوط الثامن في التعداد العام للأشواط وهو للمهجنات الزمول الأصايل بهذه الشعارات اللي تتشكل وتزين ميدان المرموم في انطلاقتها وشاشة دبي ريسنج. نعود وننطلق إلى المراكز الأولى، إلى المركز الأول، نسير في هذه الانطلاقة وفي هذا الاندفاع نتعرف على المركز الأول. ناخذ هذا هو جميل، جميل يأتي بالمركز الأول، ومحمد بن أحمد بن سعيد بن منانه يتقدم على مقدمة الشوط ويقدم لنا جميل بهذا المسار في بداية الانطلاق. سياف يأتي في المركز الثاني، يتقدم مطار بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي على ثاني المراكز بهذا الاندفاع. نشوف بقية المراكز، المركز الثالث في هذا الاندفاع، ثالث المراكز نتقدم إلى المركز الثالث، وهذا هو الشبابي، الشبابي عبد العزيز بن محمد بن زايد الطنيجي يأتي بهذا الاندفاع على المركز، وين المركز الثالث، رابع المراكز لنكمل النداء. ناخذ المركز الرابع، نشوف هذا المسار وهذا الانطلاق، يأتي بهذا الاندفاع مع سيف بن سعيد بن دري، يتقدم في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع من الجانب الآخر، من الجانب الآخر شعار يتقدم في هذه اللحظات، هذا هو الغزال، الغزال عبيد بن محمد بن سلطان بن مطر الاكتبي يتقدم بن مرخان، وشعار كذلك بهذا الاندفاع والانطلاق. براق يتقدم، هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض يأتي بهذا الاندفاع، وهناك غازي وصل في هذه اللحظة، غازي وعبيد بن حمد بن سعيد بالمتعافي المنصوري يأتي بهذا الاندفاع، بينما هناك مسامح عبد الله بن خلفان الرفيسة يأتي في هذه اللحظات في المركز السابع، المركز الثامن، المركز الثامن متعب يأتي عبد الله بن ثعيلب بن حمد الهاجري، والمركز التاسع اشوف هناك تاس او المركز العاشر، هذا العاشر اللي هو مجد سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام للعشر المراكز من الزمول المهجنات الأصايل التي تتنافس في الشوط الثامن وتندفع حاملة كذلك إنجازاتها وتحدياتها. نعود مرة ثانية للمراكز الأولى، نعود للأثار والتنافس على شاشة دبي ريسنج في الكادر العلوي، في الكادر العلوي هذا سياف مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي على مقدمة الشوط، وبن منانة مع جميل ومحمد بن أحمد بن سعيد بن منانة يقدم جميل في هذه الانطلاقات على هذا الاندفاع والانطلاق. المركز الثالث شوف التحدي، وهذا هو يأتينا مشاهدينا الأعزاء اللي هو الغزال وعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم أحد شبابنا المقدم مع هذا الشعار، كل ما هو جميل كل ما هو رائع. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدي الأعزاء الأفضل، يأتي بهذه اللحظات تعود ملكية سيف بن سعيد بن أحمد بن دري الجري، يأتي بشعاره في هذا الاندفاع، والرفيسة أيضا من ركائز التضمير والإنجازات، شعارا يقدم هذا الانطلاق. مسامح محمد بن عبد الله بن خلفان الرفيسة
أو حمد بن عبد الله بن خلفان الرفيسة يتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك الأسماء غازي حمد بن سعيد بالمتعافي المنصوري يأتي بهذا الاندفاع بهذا الانطلاق. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نعود إلى المراكز الأولى، نعود مرة ثانية إلى هذه الانطلاقات، إلى هذه التحديات الجميلة بهذا الاندفاع. عودة إلى بن منانة على رأس الحربة، محمد بن أحمد بن سعيد بن منانة يقود مسار الشوط ويقدم لنا مشاهدينا الأعزاء اللي هو جميل على رأس حربة الشوط، يسيطر على المقدمة. سياف مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي على المركز الثاني، الغزال عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم على المركز الثالث، المركز الرابع الرفيسة ياتينا كذلك بشعاره وانطلاقاته، وحمد بن عبد الله بن خلفان الرفيسة يقدم مسامح. وشوف هناك هذا هو مجد سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي يتحرك، وسيف بن سعيد بن دري يقدم افضل في هذا الاندفاع والانطلاق في هذه التحديات. وغازي يتحرك كذلك، وبالمتعافي المنصوري في هذه الانطلاقات. شوف كل الشعارات قادمة، كل الأسماء، وهذا متعب عبد الله بن ثعيل بالهايري. خلاص أعود مع هذه الأسامي، أعود مع هذه الانطلاقات اللي تتواصل، اللي تندفع في شاشة دبري سنق في هذا النقل الحي والمباشر. ما شاء الله، شوف الرقص ما بين الزمول. ويتقدمهن بن مرخان وشعار الصعب الحاضر، عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع على مع الغزال على مقدمة الشوط، يقود هذا الكم ويقود هذه الملاحقة. سياف مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث، مسامح حمد بن عبد الله الرفيسة ووصل مشاهدينا متابعينا الكرام، وصل الأفضل سيف بن سعيد بن دري يتقدم مع الأفضل في هذا الاندفاع، خلاص مع المراكز الأولى مع الانطلاقات الأولى في هذا التحدي والأثار. الغزال ما شاء الله يقدم أداء جميل مع شعار الصعب، وعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع مع الغزال على مقدمة الشوط. ولكن الملاحقة، التحرك وارد من مجد سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي، وهناك أيضا اللي هو سيام مطر بن راشد بن مفتاح. الغزال مصر على البقاء في هذا الموقع، مقدم هذه الانطلاقات الجميلة. تهانينا شكرا عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان، من أحد الشباب الذين يقدمون هذه النوعيات، الذين يتابعون هذه الانطلاقات وحاضرون دائما في هذه المتابعة الدقيقة لهذا الشعار، ومع شعارك يا الصعب. تهانينا يا ابو سلطان، تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز الغزال بالمركز الاول. المركز الثاني مجد لسعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي، المركز الثالث سياف لمطر بن راشد بن مفتاح الشامسي، والمركز الرابع لسيف بن سعيد بن دري الفلاحي، والمركز الخامس هذا هو مخلاب لحميد بن حمد بن علي بن خميس العمري. هذه النتيجة للخمس المراكز في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة في انطلاقتها
وتحدياتها في هذا الانطلاق. هكذا الغزال يقدم التوقيت الزمني في هذا الشوط 4:09:38 وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا عبيد بن محمد بن مرخان الكتبي على فوز الغزال بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع. المركز الثاني 9:41 وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هذا مجد، هذا مجد اللي حلف المركز الثاني سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي قدم هذا الأداء الجميل من البداية، بينما المركز الثالث هكذا 9:00 المركز الثالث و43 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. هذا سياف مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي حلف المركز الثالث. تهانينا والناموس. Thank you.